وبلشت حلقة نكست وحلقة جديدة أكيد رح يكون معنا الضيفة مهضومة كتير، مهضومة من مهضومات الأو تي في إذا فينا نقول، دايما هيك البسمة على وجهها حاضرة، مع العلم إنه لما تحكي قصص إيكونومي أو اقتصاد، الشخص يمكن بصير بيحسب بفكر، بفكر بقصص يمكن ضيقة بتخليه ما يبتسم أو ما يكون مرتاح، فهي بتريح المشاهدين دايما ببرنامج أكيد شو إلك وشو عليك أكيد كمان مع الزميل جو صقر. عم بحكي طبعا عن ميرابيل عيد. هلو ميرابيل، هاو ار يو؟ ثانك يو على هيدي الانترو. اول شيء انا بدي اتشكرك، اليوم حاسه حالي غريبه لانه اول مره بالعاده بكون عم تحاور. اليوم عم بتحاور بس الحقيقه وريتا وانا اكيد حابين نتشارك معك هيدي الحلقه وتنعمل حلقه حلوه كثير. رح نتعرف عليك اكيد انا كثير منيحه اكثر، في كثير اسئله هيك المشاهدين رح يتعرفوا عليك فيهم اكثر. طبعا اول شيء خبرينا عن شو لك وشو عليك. هالبرنامج اللي صار له تقريبا 4 سنين على الهواء، هالبرنامج قد ايه ضاف لميرابيل، وخاصه وانت عندك طبعا ماستر بالصحافة الاقتصادية. Very nice. يعني أنت بالمطرح المناسب إذا فينا نقول. صح. سر أول شيء أنا يعني بلشت بالدومين، كنت أوريدي بالجامعة، كان عمري 20 سنة. بلشت زخطورة، هلا ما رح نفضح قد ايه عمري انا هلا تحت الهواء كنت عم بلشت. يعني زخطورة كان عمرك 12؟ كان بعدني بالجامعة كنت بتعلم وبلشت اطلع على الهواء. طورنا شوي شوي من برامج هيك شباب لكية تا اجتني الاوبورتونيتي وطلعت انا وجو، بوجه له تحية اكيد جو الخبير المالي وزميلنا. شو قلك وشو عليك، هو ماي بيبي، بحسه زاد لي ثقافة، زاد لي قصص أنا ما تعلمتها بالجامعة. يعني أنا تلميذة جامعة لبنانية، عملت صحافة اقتصادية ماستر، بتتعلم كتير قصص، بس في قصص بالحياة أو جنرال ما فيك تكتسبها غير ما تقعد مع العالم، مع خبراء، مع ناس بالدومين بالمالية بالضمان. كثير استفدت من البي ار اذا بدك اكثر شيء فادنا. شو لك وشو عليك وجو كيف كان عم يكون معك جو صقر؟ اكيد التحيه عن جديد له. قد ايه كان جو يمكن داعم بمطرح معين، وبمطرح معين قد ايه بتتخانقوا؟ شكله منيح. جو صديق عزيز مثل خي، يعني اذا بدك العلاقه انا وياه الخي الكبير والاخت الصغيره. انا وياه كثير بنتفق، بس بذات الوقت كثير بنتقبل، كثير بنعلق. هو كثير حدا بروفيشنال، فما فيك تكون هيك هيك معه. هلا رح ينبسط هو بهذا الشيء. لا بس بجنن على سلامته جو. انا يعني بعتبر حالي ام جريتفول انه اجتني الفرصه اكون عم بشتغل مع جو. حلو. ميرابيل، بتفكري انه تضلك ضمن موضوع الاقتصاد والاجتماع، اما ممكن تغيري لغير برامج بعدين؟ لا بحب غير، بلاقي حالي، ما بعرف انتم وين بتلاقوني، بس بعتبر حالي بعد في طريق طويله. ثاقبت بلشت بهيدا الشيء هيك شوي ماتشور وشوي هيك ثقيل اذا بدك على المشاهد، لانه انت بتعرف شو لك وشو عليك هو اكثر برنامج ثقافي. اليوم بالوسط ما في كثير سارج وريتا هول البرامج التسقيفيه، يعني انا بقول لهم اللي بده يحضرني بدور الريموت بحط الاو تي في وبفوت اذا بده يعرف معلومه معينه. فما في عنا على كل المحطات يعني برامج هالقد تسقيفيه، اكيد يعني مش عم نعمم، بس انه شيء جديد والمشاهد اللي بحب يكون عم يتثقف او بيكون بالاختصاص بيكون عم نضيف عليه شيء. مش بس كان عم تطلعوا على التلفزيون او على التي في او على الاو تي في، كمان عم تطلعوا على الفيسبوك، وهذا الشيء مهم. قد ايه مهم السوشيال ميديا بمطرح معين، وخاصه هلا انتم بمرحله يمكن عم بتطوروا بعالم السوشيال ميديا ببرنامجكم بعده قصص؟ صح ليك سيرج، هو نحن اول شيء بلشنا ما كنا يعني حاطين امال كبيره انه معقول نوصل لهون. نحن صرنا 4 سنين على الهواء، وانت بتعرف يعني برنامج تضل 4 سنين على الهواء يعني في تفاعل من الناس، في ناس عم بتحب تعرف، عم بتحب تسال، في ناس كبيره. الحلو انه في شريحه كبيره، يعني يمكن اهالينا ناس من ضمن الاختصاص، تجي يعني بتلاقى فيها ايام على الطريق بتسالني اسئله
بدها تعرف اكثر، بدها تتثقف كيف فينا نعمل هيك، وبتعرفي مع المشاكل اللي بتصير بالبلد وهلا المشاكل الاقتصاديه قد ما بدك في صعوبات ومشاكل. في ناس سايلنت انا كمان صايره معك على الهواء شي مره نسيتي الموبايل مش حاطتيه سايلنت ودق او شيء؟ صاير كثير قصص. كيف بتعملي مع هيك مواقف؟ يعني بتاخذيها عفويا او بتجربي تستريها بطريقه ذكيه؟ ليك ايه ما في مجال ما تكون عم تاخذها بطريقه عفويه. مضطرين او بعيطوا علينا. بعيطوا علينا عفوا. بتعيط علينا. خلينا نروح سوا لفقره وهم. ميرابيل انت اجمالا بالحياه بتنوهمي؟ لا صراحه ما بلاقي حالي هيدا الشخص اللي بعيش ولا مره شفتي حالك مثلا عم تنوهمي بموضوع معين او شيء قطع هيك بمخيلتك كوهم وصار حقيقه بعدين؟ يا ريت يعني بتوهم كثير اشياء حلوه هيك. لا بس بجرب قد ما فيني ما حط كثير اكسبكتيشن. ما تعلي الارقام. لا بنضلنا كرمال لانه بس اذا بتحط كثير اكسبكتيشنز عاليين تنفقسي بعدين. مش دائما الحياه دولاب. صح. يعني الحياه ايام بتكون هيك لا في ان روز وايام بتكون اوقات تنصدمي بالنتائج. طيب رح نشوف هلا جمال بدك تقولي لنا اذا هول ممكن يصيروا اما مستحيل او يمكن صايرين معك من قبل. نبدا مع برنامج سياحي يتوجه للعالم العربي، ممكن تقدمي برنامج سياحي؟ اكيد. بتفكري انك تقدمي برنامج سياحي؟ بتحبي هذا العالم؟ على هوا الاو تي في؟ او اي هوا؟ هلا انا بنت الاو تي في وممنون كثير للاو تي في، بس انا دائما يعني فاتحة حالي للمجالات إذا بدك لكل الفرص اللي معقول تجيني. وبتعرف أنت بالدومين كلنا بس على السياحة ساعت. حلو بس برنامج سياحي خصوصا للعالم العربي كل شيء معقول يفيد لبنان وسياحة لبنان نحن بحاجة له، وبلاقي حالي قريبة من العالم أحكي مع الناس أتوجه للناس وخصوصا أنه أنا هيك شوي كاركتيري صح إلي جلادة يعني تحية لإلي جلادة طالما ذكرتيها هيك انتحار مقدمة برامج لأسباب مجهولة معقول تصير؟ لا ما بتفكري تنتحري ولا أبدا مرة؟ أكيد لا ليه بدي انتحر؟ لا أنا حدا مؤمن ومثل ما قلت لك من شوي انا حدا كثير جريت يلي عم يحضرك هلا على الهواء يمكن حاسس حاله انه كثير داون او يمكن عم بيقطع بمرحله كثير صعبه مش قادر انه يتحملها دبرس بيقولوها وبده ينتحر طلع على الكاميرا وقولي له شيء تغير رايه بقول له انه اول شيء انت كثير محظوظ انه ربنا اعطاك هذه الحياه يعني ربنا اختارك لتكون موجود من بين اعداد وارقام كثير كبيره انت مميز وكلنا بنكون محبطين بكثير ايام بس ضلك نبش على الشيء الايجابي اللي معقول تلاقيه بحالك وخلي ايمانك كبير لانه ربنا ما بيترك حدا ابدا كثير حلو اللي قلتي عن جد رح نروح لجمله ثالثه شجار حاب مباشره على هواء الاو تي في بسبب ضيفه مقدمه برامج اي معقول حسب الضيف بالمبدا يعني تلناو كل الضيوف رواق كانوا كل الضيوف بيجوا لا هيك محترمين يعني لا محترم ما بدي اقولها انت قلتها كل ضيوفنا محترمين وجايين يحكوا بقصص علميه ف ما بيكون فيها النقاش الحاد بس بعتقد اذا كان ببرنامج اجتماعي او ببرنامج سياسي ليش لا حلو ايه حسب الضيف برجع حسب الضيف ننتقل لمقدمة برنامج تغادر الاو تي في لهذه الاسباب معقول شو الاسباب اللي بتخليك تفل من الاو تي في؟ في كثير اسباب سيرج انت هلا ليش عم تفوت هالقد بالشخصية؟ طيب ما رح نحرجيك رح نقطع عن هذا السؤال اختصاص جامعي جديد تدخل من خلاله الى الجامعة من مذيعة الى لاعبة كرة مضرب بتحب التنس؟ شاركهم ايه ستورياتك ايه بلعب تنس انت شاطرة بالتنس يعني اذا فينا نقول هواية يعني بتحسي انه بتحبي تلعبي لانه هيدي اللعبة حلوة كثير او يمكن بتفش خلقك فيها اكثر فش خلقي فيها هي ثيرابي بالنسبة لإلي بتحسي عم تضربي حدا؟ ولا بتطلعي يمكن قوة على بالك انها تطلع منك؟
بتفضي انا كثير اكتف، انا كثير بحرك يعني. حتى بس كون عم صور حيلا شيء دائما المخرج بيقول لي فرنينه روقي اوكي. وهلا كثير عم بحرك ايدي يعني، هيدا ريمارك كثير بخدع. تحيه للمخرج عم بيقول حلو، بيقول لك ايه مزبوط بس انه لبق لك كل شيء. على كل حال رح نتوقف على بريك قصير، بعد البريك رح نتابع مع فقراتنا واكيد ريتا وانا هون ريتا بنرجع. ورجعنا بعد بريك مشاهدينا، واكيد معنا ميرابيل العيد زميلتنا بالاو تي في، ويا اهلا وسهلا فيك عن جديد. طبعا اكيد هلا على السوشيال ميديا بعد شوي حيشوفوا على ستوري الاو تي في الخاصه على جرام، على انستغرام اكيد او تي في لبنان، وبتشوفوا ستوري ميرابيل شو رح تقلكم. على كل حال رح نفوت على طاوله عشاء او طاوله وحده عشاء عندك بالبيت، ورح نشوف مين رح تستضيفي بابليك فيجرز، على بالك يمكن تتعرفي عليهم او يمكن تناقشي معهم بعض المواضيع. Top 5. ميرابيل اجمالا بتفضلي تعزمي على عشاء ام غدا؟ عشاء. وانت بتحضر الاكل؟ كثير. بتحبي؟ كثير بحب اعمل اكل. بتتعشي اكثر ما بتتغدى؟ الكمية. صح مزبوط، انا حدا بياكل بالليل اكثر ما بياكل بالنهار، بس ريتا انا كثير بحب اطبخ، عندي اياها هوايه ست بيت يعني. واو. شو رح تحضرينهم يعني هلا للببليك فيجرز يلي رح تكون عم تعزميهم؟ ليكي انا بروح على المطبخ الطلياني، انا كثير شاطره بالباستا باللازانيا بالنوي كوردون بلو، هول القصص يعني هلا مؤخرا عم برك عليهم فبينبسطوا فينا بالبيت كثير. هاي بس الشخص اللي بياكل عشيه، تنرجع لموضوع الاكل عشيه، بينصح اسم الله عليك يعني يا سماويه، قصدي يعني شخص بيعصب فبيحرق بيقولوا هيك، او يمكن لانك شخص اكتيف يعني او حرك مشان هيك بتحرق الاكل اللي بتاكليه عشيه. لا نصحانه انا ونصحانه كمان اسم الله. انا درجه كثير بنصح وبضعف بسرعه. يعني عندك ميزان بالبيت بتجربيه وبتشوفيه يعني مش مثل النساء بيخفوا الميزان؟ بتصدق لا ما بفكر اطلع على وزني قليل، وما بفكر اطلع على الكالوريز يعني، بس بدي اكل شيء ما بفكر باكل بالليل ان شاء الله الساعه 12 يعني. هيدي نعمه بيقولوا في بعض. ايه اكيد كثر خير ربنا. والسم بيلعب دوره. ايه والسم بيلعب دوره. يلا اول طاوله. اول طاوله بدك تختاري منها شخص واحد تعزميه لعندك على عزيمتك. اوكي عنا اليم شنطف، رولا شاميه، فادي حداد، وريتا حارب. نحن اكيد راندملي نقينا الاسامي. ريتا حارب كثير بحبها. حضرتي اسمي ونصيب؟ عم بتتابعيهم هلا على السوشيال ميديا؟ صراحة بشوف مقتطفات بس لا ما بيشدني كثير كون عم تابع هيك قصص يعني كانه بين انه يمكن يكون حقيقه او مش حقيقه او تركيب او تمثيل. يعني في ناس قالت هيك ناس قالت هيك، بس انه مع العلم عم بيجيب نسب مشاهده. عم بيطلع كثير قدامي وبعرف كثير عالم عم تتداول اسم البرنامج، بس لا بشوفها لريتا عم بتقدمه، بس ما ولا مره فكرت كون عم تابعه. بتتابعيها بالمسلسلات؟ ايه بحبها. ما انا بس شفت اول شيء يعني شفت ريتا دغري هيك حسيتها قريبه اكثر شيء. شي زلقان طبعا. يس. طيب ثاني طاوله. هلا ثاني شخص بتختاريه بده يكون يلبق مع ريتا حرب. اوكي تمام. بين اكيد دينا حايك. دينا حايك، مايك فغالي، الشامي، وأمير سعود. مين مع ريتا رح يكون على الطاولة؟ أكيد أنا وريتا خوري رح نكون على الطاولة، وفي رح يكون ريتا حرب. ريتا حرب يعني هي ظابطة اسمه ونصيب لهلا. بشغل اللي تحت الاثنين. ما بتاخذي مايك فما بالك توقعات على الطاولة مايك فغالي؟ ما بالك شامي ما حبيت. نرجع لموضوع الوهم يعني أنا مش كثير بآمن بالتوقعات. ما بتحضري توقعات؟ بحب للحشريه بس بطنش دغري. بتنسيهم؟ ايه بطنش. طب بس تشوف فيديو منزلينه وظابط معه بحضر. شو بتقولي بحضر بين حالي؟ بس برجع بقول ليكي انا كثير يعني كثير ايماني هيك عميق شوي يعني ما بحس انه هدول القصص كلهم. ما بتقولي انه الله عطاهم هيدا الالهام تيقدروا يتوقعوا؟ ما انا ما بعرف شو هو هيدا الشيء يعني. عبالك يكون عندك هيدا الالهام؟ يا ريت. هلا يعني بنبلش ساعتها بنستضيف ميرابيل العيد وعالم التوقعات 2025. فيني اتوقع قد ما بدك ساعتها اذا هيك. عندك حساسات؟
ايه اه ذاتس واي كمان ايه عندي اياها دائما بقول لهم بالبيت. حلو. انا عندي حساسيه. لكن ما اخترتي مارك فغالي ولا اخترتي الشامي، من بين دينا حايك وامير سعود. امير سعود مين خلينا عنصر نسائي. دينا حايك بتحسهم عندهم مواضيع اكثر يحكوا فيها. دينا حايك وريتا حرب. دينا حايك وريتا حرب. ثاني الطاوله عندنا كريستينا صوايا، إلي ايوب، ليليان نمره وكيمو. كيمو من عالم السوشيال ميديا. خليني اشوفهم. لا غير صورة لو سمحتوا. يلا عم بيرجعوا يحطوا لنا الصوره. اوكي تمام. نرجع نعيد. كريستينا صوايا، إلي ايوب، ليليان نمره وكيمو. اكيد ليليان نمره. اكيد هيك بحسها اكثر في مواضيع اكثر يكونوا عم بيحكوا فيها، بيشبهوا بعض يمكن، ومهضومه هي، هن كلهم مهضومين، مهضومه يعني صارت حلوه الطاوله كثير. ايه جماعه حلوه. ريتا حرب، دينا حايك، وليليان، وليليان وميرا. وميرا طبعا بغنجوكي ميرا. صح. حلو. طيب رابع طاوله شفناها هلا بشوي، ساندرا رزق، نادر شاهين، جوانا كركي، وسامي كوجان المخرج. سامي بعرفه، تعرفت عليه هون بالتلفزيون. كان ضيفنا بأصلا. مزبوط. ايه بتذكر. مزبوط. بس اي جو فور ساندرا لانه خلص كلهم نسوان. خلص قررت تعمل. يعني حسيتها هيك. نادر شاهين كمان. نادر بنوجه له تحية أكيد نادر. يعني إيه؟ أسبوع بيطلع شو إلك عليك، شو إلك وشو عليك، وأسبوع بيطلع كيف من أمن، يعني صح. بنفس الموعد أسبوع لهي البرنامج وأسبوع لهذا البرنامج. صحيح. قديه هذا الشيء عم بيخلي استمراريه الناس اللي بتحضر بهذا النهار على الاو تي في انه تستمر على البرنامجين؟ ليك بالبدايه كان في شويه هيك يعني بتفكر فيها مرتين. ايه. بس كل واحد موضوع، يعني التامين شيء، والعالم تكون عم تحكي عن التامين والاسيرانس كل هالمواضيع لها ناسا يعني. هلا نحن ايام بنقطع وبنمرق طبعا هيك توبكس بيكون في ناس مختصه عم تحكي، بس الجزء الاكبر اكيد لالهم، ونحن بنحكي اكثر اقتصاد، قانون، ضرايب. يعني لو ما طلعتي مع جو صقر واجتك الفرصه تطلعي مع نادر شاهين بعالم الاسيرانس، مين أجتك؟ قال لك ما اجتني؟ اجتك. عندي معلومة. ليه اخترتي تكوني مع جو؟ بنرجع لذات السبب، لأنه ما كان بد العالم تشوف ميرا اللي هي شو إلك وشو عليك، واللي هلا صارت بتعرف حافظة هيدا الكاركتير، وتختلط بين ميرا التأمين. يعني ما بدنا نعجقها كثير، شوي شوي فشخة فشخة مثل فشخة ما بيقولوا. طيب بنروح للطاولة الخامسة. معين شريف، فؤاد يمين، كارلوس عازار، وزينة مكة. يعني تخيلي على الطاولة ريتا حارف، دينا حايك، ليان نمري، ساندرا رزق، و مين؟ و كارلوس. كارلوس عازار. ليه اخترت كارلوس؟ هن ممثلين قبل سوا مع بعض بعتقد. ريتا وكارلوس. صح مزبوط. وحبيتهم سوا، وهو بحس كاركتيره كمان هيك كشاب جن مهضوم بيعمل حركه بين الصبايا. بس هلا بطل بدك اياها الطاوله كلها صبايا. هلا خلص لانه يعني تغير الوضع. تغير الوضع. يلا منيح. تخيلي كلهم قاعدين على الطاوله، ريتا، دينا، ليليان، ساندرا، كارلوس، وانا وريتا طبعا. ومبسوطين بالاكل الطيب اللي عملتينا اياه. فجاه بتلاقينا كلنا سكتنا مع بعض، وبدك تختاري لنا موضوع كلنا سوا نحكي فيه فجاه. شو معقول تخلينا عندك على الطاوله ننعجق باي موضوع؟ ليك بحكي اول شيء بموضوع هلا كثير عم بيحكوا فيه. حتى يمكن بطلنا كثير نحكي فيه، صارت العالم شوي تخاف تحكي فيه مع انه قبل كان يعتبر تابو. الشواذ اللي عم بصير هلا بالمجتمع، لانه بتحس انه اصلا يعني لما تفتح هذا الموضوع العالم كلها مهتمه، كل حدا عنده اعتقاد بمطرح معين، الناس اللي اولادها عم تروح على المدارس، على الجامعات، يعني نحن اكيد ما عم نتوجه بفكره معينه، بس حلو التوعيه. ضروري اليوم بمجتمعنا ما نسكت على قصة الشذوذ اللي عم بتصير، لأنه عم بتصير صارت خلص يعني بطل في كنترول عليها. فبحس هيك موضوع إذا فتحته حتكون عم تتناقش فيه، عم بتوعي فيه، كل واحد عم بيعطي فكرة، وإذا كانت كل الأفكار مع بعضها بتشبه بعضها
حتكون القعده سليمه. قليل ما تصير. مزبوط. يعني الا ما يصير فيه هيك او هيك مزبوط. او هيك بس موضوع يمكن الكل بيتفق عليه ما راح يكون فيه شريعه ومخالفه. ليك ريتا مبلا بلا بلا ايام بصير في شريعه، يعني صرنا بمجتمع كل شيء اوبن والعالم اوبن على كل شيء، فصرت بتسمع الرايين اراء كثير مختلفه وهذا الشيء بخوف 100%. خلينا نروح سوا نحن وياك كمان ريتا والمشاهدين لكاتشاب. بالبداية مين أول شخص شجعك تفوتي بهالمجال؟ اسم يمكن أهلك؟ لا أهلي مش كتير بالأول، ما شجعوني أهلي. كانوا ضد الفكرة؟ كان يقول لي بابا إنه ما بتعمل خبز وشو بدك بهيدي الشغلة، و يعني باب كتير كان يحب إنه كان الهدف الأول عنده إنه يعلمنا ونطلع ناجحين ويكون عنا هيك هيدي الوظيفة المحترمة كمان نكون قوية. نحن ثلاث بنات بالعائلة وشاب الله يخليكم لبعض، كثير بيركز كان على هذا الموضوع. انت الصغيرة؟ يعني أنا الثانية نمرو دو، فهيدا الموضوع عنده كان مقدس. لما قررت أنا فوت على الجامعة أول شيء فتت بزنس بغير جامعة، شيء قريب على البيت كرمال لأنه نحن كنا مغنجين شوي وسيارة وكذا وشيء قريب وما بدنا كتير نتعذب. وبدي أعمل كنت دومين أنه أقدر أشتغل فيه، بس ما قدرت كفي. وطبعا من أول سنة يعني قلت له لبابا أنا إن شاء الله بدي أنزل، كنت وقتها بالجامعة اللبنانية كنا ننزل بالبولمن، ما كان معي سيارة أول سنة جامعة. فأهلي عطلوا هم وكيف بدك تنزلي وشو يعني شو الصحافة يعني وشو حيطلع لك من الصحافة وهيانا عم نشوف الصحفية. فنزلت عملت الكونكور، هيدا ما بنسى هيدا القصة، وكتير انبسطت وقتا انقبلت بالكونكور وصرت قل لهم شفتوا انه نجحت، وكتير بوقتها هيك كان هيك مثل انجاز بالنسبة لإلي، وحطيتهم تحت الأمر الواقع ونزلت على الجامعة. كان تحدي بالنهاية واندعكنا وهلا بيي يعني شايفني ومش مصدق. أكيد خليك يا رب أكيد. شو بتحبي بالسوشيال ميديا أكثر شيء؟ الإكسبوجر. الإكسبوجر تنكون واقعية. إيه مظبوط. كلنا صراحة بتعطيك إكسبوجر حلوة. حسب الكونتنت اللي أنت عم تعمله. صح صح طبعا. صح. أقوى نجمة لبنانية شابة بتحبي إنك تتابعيها؟ بأي فيلم؟ فنانة بتغني. ماريلين. نعم نعم. كثير عم بحبها مؤخراً. غايبين. واو 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 واو. كثير قوية البنت، كثير موهوبة. عندها مستقبل حلو. من شو بتخافي أكثر شيء بالحياة؟ ما بحب الخسارة. ما بحبها، يعني ما بعرف إذا كثير بخاف منها بس ما بحبها، يعني بتخليني أصير محبطة. بيقولوا عالمياً إنه كل شخص بده 7 دقائق تيقدر يخفى إذا حط براسه إنه بده يخفى. أنت قد إيه بتاخذي وقت تتنامي لما تحطي راسك على الخدية؟ إذا كنت كثير نعسانة بخفى بعشر دقائق. 10 دقائق بس انا حدا ما كثير حطيت الوقت. ما انا عم بقول لك انا ما كثير حدا بينام بسرعه، يعني بدي ساعه اتقلب. يعني اذا كنت كثير نعسانه وخلص ماني قادره بقى افتح عيوني بتاخذ لها شيء. بتفكري بكذا نقطه ولا بنقطه واحده؟ نقطة واحدة بتخلصيها بتنتقلي على الثانية. فيري جود. النقاط. طيب إذا بدك تغيري شيء واحد بحياتك بس لنهار واحد شو بتعملي؟ يعني بكره وعيتي بدك تغيري شيء معين يمكن بصير كل يوم بحياتك بس لنهار. صعب سؤالك ريتا. يمكن بطلت تتراوق او ما بعرف. ما بتروق اصلا. نزلها هالقد للشغله. ايه يمكن بطلت تتروق، يمكن بطلت تغدى. كنت تتروق اذا ممكن تتروق اذا برافو. في ناس يعني نهار يكون عكس النورمال اللي انا هلا عم بعيشه بس تكوني حابه هذا الشيء. 100%. بحب كون عم سافر على فرنسا شوف خطيبه وارجع لنهار واحد لانه نحن لونج ديستنس، فانه هيدا بكون كسر الروتين شوي. كسر الروتين هيدا اللي بفكر فيه يعني. طيب فواكه ولا كنافه؟ كنافه. بالمدرسه كانوا يتنمروا عليك بموضوع معين وبعدك يمكن لهلا بتتذكر الموضوع؟ كانوا بتنمروا علي على سناني. سناني كانوا مكسرين من قدام. هلا مش كثير حلوين يعني بس انه لا فرقت.
بعني لهلا بلومه لمام تعمل لي انت وقت كنت صغيره في صف صغير بالمدرسه دعس لك دفشك وكسر لك اسنانك ورجعنا ما طلعنا نحن عند الراهبه ونيمنا الموضوع. بصير انا الا ليه عملته هيك؟ يعني انا اليوم ابني اذا بصير معه هيك يعني لا شيء مش مسموح. وانا بقيت كل يعني سنوات الدراسيه عاني من تنمر اسناني، عملت لي عقده بس رجعنا مشينا الامور. مين بحب اكثر انت او خطيبك؟ خطيبك. بريك قصير وبنرجع. دونت جو اواي. رجعين. ورجعنا بعد بريك باخر بارت من نيكست، وهلا وصلنا لفقره حلوه كثير، عالم الواتساب. وكان ضيفتنا احنا ورجعين عم تحكي على الواتساب ومش ملحقه. بتردي دغري يوجولي على واتساب بيتك؟ لا بتطولي. هيدي الشغله ثقيله فيني كثير بتطول وايه ما بنتبه فكر حالي رديت. لكن نروح سوا لفقره واتساب. يلا بيوصل لك هيك مسجز مثلا بتكوني مين كاست بالكليب تبعي؟ شي مره حدا طلب منك تكوني معه بالكليب؟ كنت قديما صور كليبات قديما، بس انه هلا لا ما بقى بتحبي هلا عن جديد؟ حسب اي نجم. ايه اكيد الشخص، يعني بدك تكوني شوي دقيقه بهدول. مين بيبعث لك زعلانه مني؟ كتار أو حدا بيكررها كثير إذا فينا نقول كمان؟ أصحابي يوجولي. كنت عم تخفي شيء؟ لا يعني عم كبادي لانجوج شفته. أوكي عرفنا مين. بتدينيني؟ لا ولا عسقالي. إيه أصحاب الشباب إيه ما بعرف ليه أخذين هيدي الفكرة. بتدينيني؟ إنه أوكي بدينكم إيه. طيب في شيء مغير فيك؟ شو مغيرة؟ ايه كثير بسمع، ومش من الناس القراب، من كل الاشخاص. ما بعرف ليه هيك بيوحي لهم انه كل ما يشوفوا شخص شو مغير فيك؟ بطلت مثل قبل، شو صاير؟ عامله شي عمليات تجميل؟ شو بتقول؟ نو اوكي. بوتوكس فيلر؟ لا ولا شيء. ولا شيء الحمد لله. لحد هلا. لحد هلا. طيب بتحب تعرضي كولكشن الجديده تبعي؟ بيكون اكيد مصمم ازياء. اجتني ولا مره؟ لا. بتحب جانل؟ ما انا ما كثير. ممكن اعلاميين او فنانين او يمكن مذيعين بالمطلق ينطلب منهم، طالما انه هن معروفين، انه يطلوا يمكن بفستان واحد بكولكشن مع نجم عالم المصمم او مصمم ازياء. هلا هيك اتس فاين ساج، بس انه انا فكره المودلينج بشكل عام مش كثير انه اعرض وهيك. 100%. مثل ما شفنا مثلا داليدا خليل بدبي، كمان طلبوا لنا انه تقرب وتمشي على البوديوم بفستان اكيد احد المصممين. ليش لا؟ حلو الفكرة. ليش لا؟ طيب مزوجة بيسألوك هالسؤال؟ ايه كثير كثير؟ ايه مع انه المحبس هون بعد ما صار هون. بس مش عم بيراقبوا منيح. مش عم بيضايقوا. لا هنروح سوا من هيدي الفقرة لفقرة 10 10 10 على 10. قصص كثير بنبال بحياتنا مهمة، بس بدنا نشوف بالنسبة لإلك كأولوية أيها أهم لا آخر شيء أهمية. حلو. عم نحكي أكيد نحن بموضوع الميك أب، الباجز، شوز، برفيوم، كارز، نيلز، كلوبينج، سكين كير، روتين، دايت بلان، ومساج. أنت بالنسبة لإلك شو الأهم شيء؟ من 1 لـ10. بحب الميك أب. الميك اب اكثر شيء بهول. بحب الميك اب اكثر شيء. نمبر 1 نمبر 1 اير برفيوم بيجي نمبر 2 نيلز نمبر 3 حلو. بركي دايت بلان لانه هيك شوي لما احس حالي شوي طلعت بصير عندي بتمشي عند الاو سي دي يعني. حلو كل العالم. وين صرنا؟ نمبر 4 لكذا روتين تحبه او كلابينج او مساج، انت اختاري. كارز، شوز، كلابينج. لا اخر شيء كلابينج. حتى ثاني يعني تمام. ما بتحبي تسهري يعني؟ لا ماني كثير انا من جماعه الليل. اي ساعه بتنامي يعني؟ لا بنام اخرة، بس ما بحب يعني هيدا الجو السهر كل الوقت. لا مش كثير. تمام. نمبر 5 شو راح يكون من بين
مساج، سكين كير روتين، كارز، شوز اور باجز. شوز شوز لكان نمبر 5. بين باجز، كارز، سكين كير روتين او مساج. طيب خلينا سكين كير روتين. يلا سكين كير روتين 6. ونرجع مساج. ما بتحب الباكس؟ اخذتي للمساج. ما بيعملوا لك السكات والباكس؟ لا لا لا، هيدا الترند هلا. نو نو 8 الباكس. يعني 9 بين كارز و اوكي تمام. 9 كمان مش كثير يعني. حلو. اي هول هن بالمبدا. للاسف خلص وقت حلقتنا. دائما موفقه ميرابيل عيد، زميلتنا اكيد بالاو تي في وخاصه ببرنامجك الحلو كثير، واللي اكثر لازم يحضروه تيعرفوا اكثر عالم الاقتصاد كيف بيكون ويمشوا على السكه الصحيحه. شكرا لك. انا بدي اتشكرك جوريتا كمان، ميرسي كثير لليوم، ان شاء الله ما اكون كثير عذبتكم. ابدا يعني. بالعكس بالعكس، نحن كثير حبيناك وانتم الزملاء بتجننوا. ثانك يو كثير لهالانترفيو، يعطيكم الف عافيه. ميرسي بوكو. هي كانت حلقتنا مشاهدينا، بكره مش هنطلع عليكم بسبب النقل المباشر، بنطلع عليكم نهار الاثنين مع المراتب. بلا قطع عن حديثك كمان، ما فينا ما نكون عم نعيد الاباء اليوم، يعني انا بكره عيد الاب وضروري يكون اليوم طالما مش طالعين هوا. اكزاكتلي، انت عم تحكي هلا سوري استبقتك. ابدا ابدا بالعكس، كثير حبيت. ايه بدي اعيد كل بياتكم، واكيد بدي اعيد الوالد وبدي اقول له خلي لي اياك، طالما انت منيح نحن منيح، وخلي لكم اهلا. وانا كمان بدي اعيد الوالد والدك والد ريتا، وخاصه البابا انه عيد ميلاده كمان. حلو، على عيد الاب يعني كادو وحده كثر خير كيف. الله ميرسي ميرا. الله يخليها اياك وتضلك فوق راسها طبعا. وانا كمان سيرج اصلا ما يزعل مني بي، بدي اعيده واقول له بحبه كثير ويخليه فوق راسنا. ميرسي، خلصت الحلقه. وي لاف يو اول. ثانك يو.